المجاهدين تتقدم. الله أكبر. خليك جلبي بعد عنه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. معرفة الله على وجل. الله أكبر. مطلقين مطلقين. على أبوه. على أبوه. تاريخ 11/12/2013 يوم الأربعاء الساعة 6 الصبح دخلوا المسلحين على عذرة العمالية. طبعاً هي مدينة عمالية وناس يعني لا منطقة عسكرية ولا شيء. فاتوا المسلحين لهون يبلشوا قتل بالأبرياء والمدنيين والأطفال والنسوان والزلم يلي ما معه سلاح ما معه كذا. في منهم كان معه سلاح لحتى انه يقاوم. كنا نقاوم تحت. خلصت ذخيرتي وانا راجع على البيت لحتى عبي ذخيره وارجع. ما كان عنا امداد يعني فاتوا بغفل المسلحين. بدنا نرجع مع الدحس ما عاد في مجال يعني للرجعه. المهم اجيت على البناي، هاي بنايتي انا. اجيت طالعت جيراني وعيالي 24 نفر كنا نحن. طلعتنا على الطابق الرابع لفوق. شقتين قاومنا أول يوم لما صاروا إجوا وفاتوا على المدينة. صاروا يقول العالم انزلوا على الأقبية، انزلوا على الأقبية، يلي معه سلاح يسلم حاله، يلي معه يعني يلي للدولة يسلم حاله. ما وفروا حدا لا مع الدولة لا ضد الدولة يعني. أنا شفت مسلح ماسك راس واحد الله يرحمه اسمه أبو زكي، ماسكه بشعره هيك راس وعلقه على حرب عسور التجمع المجمع يعني بذل لمبة حط راسه بس إنه اللي يرهب العالم. أنا شايفه المجمع قبال بيتي وشفنا شو أزوا شو اشتغلوا شو يعني مو إنه والله فايتين لا حتى إنه والله ينصروا العالم أو مثل ما إنهم عم يحبوا هني للإسلام. وهي الإسلام بريء منهم قولا واحدا وما بيبتوا للإسلام بشيء خالص.
كان معي سلاح وقاومنا. قاومنا 28 نفر بالطابق وحرقوا للبيت، صاروا يضربوا مولوتوف، صاروا يفجروا خناني غاز، صاروا يحرقوا دواليب عفش البيوت تحتي مشان يخنقونا بالدخنة، يعني جميع الوسائل. ضربونا قوازف ار بي جي 23 بارودة مقنبلة، ما خلوا وسيلة. آخر شيء بخمسة واحد ضربوني بقذيفة دبابة، بهالقذيفة هاي على أثر استشهدوا معي 24 نفر، استشهد معي 24 نفر، عيالي، أولادي، جيراني، أطفال. هاي هون رفات 24 نفر، أطفال، نسوان، كبار بالعمر يعني، ختايرة، رفات عظام، رماد. هاي تبقى، هاي كل شيء ما تبقى منه. الله يرحمه الرحمن الرحيم. هذول اللي قاوموا وجاعوا وعطشوا، تعبوا كتير يعني، مو بس نحن جاهدنا وقاومنا، هني كمان. ثلاث أطفال كفوا عمر السنة بالحمام، كنت قاعدهم بالحمام ونطبخ يعني طبخ ليومين، ونحن عم نقاوم نطبخ. صاروا بدهم يطلعونا من المناور، صاروا بدهم يطلعونا، جابوا رافعة بدهم يطلعونا من، يجوا على سطح البناي، يعني عذاب، تعذبنا كثير. بس الحمد لله لا سلمنا ولا استسلمنا، قاومنا بما فيه الكفاية، وقتلت شي 75 واحد منهم، وآخر واحد بقتله أمير أردني اسمه أبو داود، كان المفتي الشرعي بالمدينة العمالية. أنا ما عرفت أنه قاضي ولا عرفت أنه يعني أمير أو شي، بس هو كان يفاوضني سلم حالك، سلم حالك لنعملك أمير بنسلمك إمارة. هذا الحكي كذب يعني، مفروغ منه، بس بحيث انه بدهم يحصلوا علي. انا سمعت انه امير اردني من المخطوفين اللي كانوا بدوما وطلعوا. هاي الفتحة من القناص اللي كانوا مثبتين علي 24 ساعة بشكل دائم، شهر وثلاث أيام، طلقة ولا طرقة خرقته لهالحيط. هذا الحيط على أثر قذيفة الدبابة، اللي كمان على أثر القذيفة استشهدوا عيالي. وقع الحيط واستشهدوا هون، استشهد شاب هون كان ربيع الله يرحمه، يقول لي نحن عيب علينا نموت بطلقة بارودة، قذيفة الدبابة خرقته. هون عندي جوبا قتلته للأمير الأردني، هون قاتل المسلحين. هاي هون الطلقات اللي كانوا يضربونا، كنا محتميين هون وهذا الجنب يعني، عطلعت الدرج بحيث انه ما خلي مسلح يطلع لعنا. كان عذاب كتير كبير. الشباك صار آخر قبل ما أطلع في ساعتين، الشباك صار هون، هون فطس الأمير الأردن، فاتخبى هون بالمطبخ، قتلته براسه جبته. هذا اللي كان يفاوضني بدي أعملك أمير، عملته فطيسي. مخازن هون، آخر فترة ما عاد لحق عبي مخازن، صرت أخذهم يعني
بدل مخزن وكب، بدل مخزن وكب. غوازف ار بي جي ضربوني، ار بي جي وهاوين، هاوين يضربوني، اكثر من 10 قذائف، 15 قذيفه ار بي جي ضربوني. من هون من هذا الشباك كنت قاوم، الشباك الثاني من الباب، من على الدراج يعني، وين في منفذ من الحمام قاومهم. العيال ما راحوا رخاص الحمد لله. اخذت بتارون واشتغلنا اللي الله اعطانا من قوه، والحمد لله رب العالمين. بكفي انه لا راحوا مخطوفين ولا راحوا اسرى، بعرف وين راحوا، شهداء لديار الحق، الله يرحمهم. اخذوا كثير مدنيين، اخذوا كثير، اخذوا حوالي 2000 مدني، وبين طفل ومرأة، وهي من هذول اللي قتلوهم، اخذوهم طلع منهم يعني 10%. وين راحوا البقايا اللي كانوا مخطوفين بدوما؟ وين راحوا؟ بخمسة واحد بعد ما استشهدوا العيال قاومت كمان 3 أيام، ما في لا أكل ولا شرب، يعني لا يئسنا، يعني نزلنا من البناية قلنا إذا بدنا نشوف مسلح نقتله ونموت مثل بعضه. نزلنا كانوا ملتهين بالجرحى اللي تصاببوا تبعوتهم، ونزلنا من البناية واتجهت على البرجية. ظلينا 3 أيام، استغلينا وضع إنه كان هواء ومطر، وهي طلعنا الساعة شي 2 بالليل من البرجية واتجهنا لبرا. يعني كان يعني أمرنا ما يؤوس منه إنه نعيش. بعد ما طلعنا اتجهنا على النقطة اللي فوق تابعة للجيش العربي السوري. لا سلمت حالي ولا خليت حدا يشوف عيالي، ولا حدا مس شعرة من شعرهم، ولا حدا شافهم، لا هني طيبين ولا هني ميتين. يعني بعد ما الله أخذ أمانته واستشهدوا جسدهم احترقت، والحمد لله رب العالمين. بيعفو الله طلعنا من المدينة، يعني قاومنا شي شهر وثلاث أيام تقريبا، طلعنا من المدينة وراسنا مرفوع، لا سلمنا ولا استسلمنا. وفوق الشيء طلعت وطالعت سلاحي وزخيرتي، والحمد لله رب العالمين. الإنسان اللي عنده كرامة ما يبيع وطنه، ولا يبيع أهله، ولا يبيع المكان اللي تربى فيه وعاش فيه.